بونجور، اليوم رح اخدكن معي لحظة بلحظتها انا وعم جهز حالي لسفرتي من لبنان لأفريقيا. يلا مشوا معي نتجهز مع بعض، ويلا اخدكن معي على المطار. Let's go. نحن هلا انطلقنا من النبطية لبيروت، كانت الساعة 3:30 الصبح، أنا طيارتي كانت الساعة 8:30، سو كان لازم كون قبل 3 ساعات. باي بيروت، مع إنه مش شايفة شي منك بس باي. هلا في عندي اسكال لمدة 8 ساعات بمطار اسطنبول. انا بمطار اسطنبول الجديد، فحاليا بدي روح دور وين بقدر اشتري انترنت، لانه 8 ساعات بلا انترنت كارثة. مطار كتير كبير، حس بيمرقوا 8 ساعات انا وعم ادور على الانترنت. غدا كتير جوعت، فجيت لحتى اكل. اوكي، كنت واقفة فسمعت في شيء، رايحة اصور لكم شو فيه. ما بعرف شو هيدا الشيء. كتير كبير على items branded، so تعال نشوف شو رح نشتري. شايفين قد حلو مطار تركيا؟ بتحسوا انه مدينة تانية، منه مطار ابدا. so مثل ما شايفين كل شي باللون الاحمر عاملين عليه سيل،
عاملين عليه سيل أكثر من 50%. من بعد نطرة 7 ساعات هانت، بعد عندي just 1 hour وبطلع الطيارة direct to Africa. أنا كتير زهقت وكتير تعبت، can't wait تتمضي هيدي الساعة. أكتر شي بحبه أنا بالسفر هو أنه بتعرف على عالم جديد، بتعرف على تقاليد مجتمع جديد، تقاليد شعب جديد، وخاصة بالمطارات هيدا الشي فينا نلاقيه لأنه منلاقي كل جنسيات العالم موجودة بالمطار، خاصة اللي بينطر لأوقات طويلة مثل ما صار معي اليوم. بشوف عن جد كتير ناس من مختلف الشعوب ومختلف البلدان ومختلف الجنسيات، وهيدا الشيء عن جد كتير حلو. حاليا هيدا هو الفيو يلي سارد عليه بانتظار طيارتي. And now to Africa. الجو كتير قوية لأن بأفريقيا هلأ فصل الشتاء، فهون أنا صرت بأجواء واغادوغو. كان بعد بدي ساعة وبصل على سيراليون في طعم. وصلنا على الأوتيل. أنا كتير تعبانة من بعد 31 ساعة سفر، ما مصدقة عمتي نام. سو هيدا كان كل شي لهيدا الرحلة مش لهيدا اليوم، لأنه أخذت معي 2 days. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معي بالسفرة. باي ذا واي سليتوني أنتو. باي باي.